اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه دايما بنسعد وبنفخر بكل ابطالنا وبطلاتنا في مختلف الالعاب الرياضيه، والحقيقه يعني ان منتخب المواي تاي المصري عمل نتائج مبهره بحصده 6 ميداليات متنوعه، عباره عن 2 ذهب و2 فضه و2 برونز، وده كله في اول مشاركه ليهم على الاطلاق في بطوله العالم لهذه الرياضه. كمان ان شاء الله جدير بالذكر ان احنا هنشارك في بطوله العالم المقبله باذن الله، ودي هتكون في شهر اغسطس القادم. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل ابتداء من تعريف حضراتكم او اللي من حضراتكم مش عارف كتير من التفاصيل المتعلقه بهذه الرياضه. هنتعرف عليها مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن محمد ابراهيم هو رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، وكمان منورانا اكرام محمد الحاصله على فضية بطولة العالم. صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم ومليون مبروك. صباح الخير. صباح النور. يعني احنا طبعا سعداء بيكم لان دي اول مره نستضيف حد، وهذه الرياضه مواي تاي اللي زي ما كريم قال احنا هنبدا معاكم ان احنا نفهم ايه هي رياضه المواي تاي في الاول. وانا عارفه ان هي دخلت مصر 2004 الاتحاد اسس تقريبا 2020، ففي برضو جاب كبيره وتفاصيل كتيره. خلينا نبدا من ايه المواي تاي اصلا. اولا يعني سعيد ان انا اكون موجود النهارده في قناه الاهلي مع الاعلام المتميز استاذ كريم كوجك والاستاذ نهاوي. تسلم. سعداء بس عايزين نستاذنك بس تطلع صوتك شويه. سعداء جدا بشكل اوضح يعني. اتفضل. وسعداء اكثر بالقائكم الضوء على رياضه المواي تاي، الرياضه الممتعه التي يعني اسعدت قلوبنا وقلوب المصريين. رياضه المواي تاي رياضه من اجمل فنون الدفاع عن النفس. رياضه تايلانديه وحصل على الاعتراف الاولمبي الكامل في اخر جلسه من جلسات اللجنه الاولمبيه الدوليه، واستطاع اولادنا وبناتنا تحقيق ميداليات متنوعه في بطوله العالم اللي فاتت اللي قامت في الفتره ما بين 26 الى 5 يونيو في ابو ظبي. حققت بطلات مصر وابطال مصر 2 ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، والحمد لله تم عزف نشيد الوطني المصري لاول مره في بطوله العالم 2 متكررتين خلال مشاركة لاعبينا، وخلال مشاركة 64 دولة و1000 لاعب، وبنفتخر بيهم وبنفتخر ان احنا المصريين قدرنا ان احنا نوصل للانجاز دون فاول مرة ونحصل على ترتيب عام. الحمد لله رب العالمين. حاجة مختارة. امال لما نتودج بقى في بطولات العالم هنعمل ايه لما ده بيحصل في اول مشاركة ليه؟ صحيح. الحمد لله احنا يعني ثقتنا كبيره، وفي ظل القياده الرشيده لوزاره الشباب والرياضه بقياده الدكتور اشرف صبحي وكل القائمين على وزاره الشباب والرياضه اللي قدموا لنا الدعم اللازم وكانوا خير العون والدعم للفريق المصري اللي شارك، نشكرهم على مساعدتهم ومساندتهم لرياضه المواي تاي والوقوف لجانبها جانب الى جانب والدفع بيها للاعبينا الى الامام، اللي قدر ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا في فتره وجيزه نحط بلدنا الحبيبه على خريطه المواي تاي، ان مصر ام الدنيا وفوق الدنيا كلها، ان اللاعبين المصريين فعلا بسواعدهم وبقلوبهم قدروا ان هم يحققوا الحلم ان احنا نشوف علم ده بلدنا بيترفع عاليا خفاقا في مع كل دول العالم المتقدمه، بل قدرنا نتغلب عليهم في بعض الاوزان ونكون اول عالم. كان صراحه حلم من احلامي ان انا اشوف بلدي موجوده على منصه التتويج العالميه، واشوف ابنائي وبناتي بيتوجوا على اعلى المنصات العالميه، بس الصراحه ما كنتش متخيل النتيجه هتكون سريعه. فالحمد لله رب العالمين، اشكر كل القائمين على الرياضه المصريه، واشكر الفريق الفني المنتخب المدربين. لو احنا عايزين نشكرك برضو كابتن محمد ليك دور كبير جدا. بس انا عندي ملحوظه حضرتك هادي ورايق جدا مع ان الرياضه عنيفه. في تناقض ولا ده بالعكس عشان هي لا رياضه لا عنيفه فبتخرج؟ لا ده انا كده اهدى من كده كمان. لا 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 معقوله. لا ومش يعني كمان يعني في الاجتماعات اللي حضرتك بس بتدعو ليها في الاتحاد بيبقى يعني صوتك كمان اهدى من كده؟ لا يا فندم، انا اصلا كمان من النوع اللي بيشتغل مش متحدث كمان يعني مش بس ما شاء الله. هقول لحضرتك على حاجه والله دي ميزه فيك، يعني لو الواحد حتى متعصب او عنده كلامه مع حضرتك بتهدي يعني. انا بتكلم بجد، دي حاجه حلوه والله. يعني انا بحاول على قد ما اقدر
ان انا اتعلم. طب مش حظنا هيبقى عامل ازاي مع اكرام؟ يا ترى نفس الهدوء ولا ايه؟ انت ايه ظروفك يا اكرام؟ واضح ان اكرام خالص. اكرام قولي لنا، ابتديتي عندك كام سنه واشمعنى المواي تاي اصلا؟ يعني عرفتيها ازاي؟ عرفتي عنها ازاي اصلا؟ احب اواجه السؤال ده الكابتن محمد. لا انا عايزك انت اللي تجاوبي، انا اللي بواجه. لا جاوبيني. هو انا كنت بلعب فتنس وكده تمام، انا من صغري من انا ثالثه ابتدائي بلعب رياضه وكده. اوكي. فحبيتها ان هي فيها عنف شويه، فطلعت جربت، طلعت في 2019 بطوله العرب. انا كنت طالعه قلقانه وكان اول مره اشارك اصلا في بطوله دوليه، كانت اول بطوله دوليه ليا. اول ماتش كان قلبي دوم 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 كده قبل ما اطلع. اه طبعا. هو طلعت اول ماتش لعبت مع الاردن وقعدت قضيه، وبعد كده لعبت مع المغرب، وبعد كده كسبت الحمد لله، وبعد كده تاني يوم لعبت مع تونس واخدت اول. كانت فرحتي باول ميداليه دي جبتها غير اي ميداليه تانية. بس انت رياضه من 3 سنين، المواي تاي تحديدا كام سنه؟ انت ناسيه ولا ايه؟ 10 سنين. كانت كام سنه يا كابتن محمد لما ابتدت في المواي تاي؟ هي اكرام ما شاء الله عليها بطله، كمان المقاومات بتاعتها في الرياضه ما شاء الله اطرافها طويله. كمان اكرام شجاعه ما شاء الله عليها، بتقدر تنافس في الالعاب التنافسيه كويس. هي اكرام موجوده معنا في المواي تاي بقى لها حوالي 5 سنين دلوقتي، بس حققت انجاز جميل، او هي ابتدت الانجاز اصلا، عندها حماس مش موجود عند الرجاله. حلو حلو. عندها حماس ووطنيه، وحتى لما تشوفي والنشيد الوطني بيتعزف وهي بتقول بلادي بلادي وصوتها مغطي على المذيعين و لا هي اكرام كاريزما جامده قوي الصراحه. انتوا عاملين شغل عالي واضح. واحنا مش داريانين. حجم يعني مش عايز اقول حتى الاقبال، لان انا عايز اسالك سؤال معكوس. حجم معرفه او مدى معرفه الناس بالرياضه دي، اكيد حضرتك بتبقى لامس هذا الامر. ان الرياضه ابتدت تتعرف كويس، او ان هي لسه شويه محتاجه ان احنا نعرفها اكتر للناس. فاحنا واصلين فين في الرياضه دي شعبيه كانتشار؟ يعني حضرتك السوشيال ميديا ما خليتش في حاجه مش معروفه، والنهارده الرياضه ذات نفسها زي ما الملابس ليها موضه، هي الرياضه ليها موضه. يعني احنا كنا نشوف في الستينات والسبعينات كان البوكس الناس بتدور عليه ومتواجد، ابتدت السبعينات والثمانينات الكاراتيه والجاكيشان تمام. ابتدى بقى دلوقتي الناس بتنتقل للمواي تاي والرياضه اللي هو الميكس مارشال ارتس والجوجيتسو. فدي طالعه رياضات، كل الجيل الجديد بيدور على الرياضات الجديده دي. يعني دي الاحدث في الرياضات اللي ليها علاقه بالفنون القتاليه. الشباب دايما بيدور على الاحدث. كل ما يكون رياضه غير متوفر فيها مدربين الناس بتلجا ليها اكتر وتدور. طب هي هنا احدث في ايه؟ مختلفه عن بقيه الرياضات القتاليه او الفنون القتاليه، مختلفه عنهم في ايه؟ المواي تاي مختلف عنهم في ايه؟ في تقنيات الدفاع عن النفس، في القوانين، طريقه احتساب الضربات، طريقه ممارستها على الحلبه ازاي، طريقه قوانينها، ادوات السلامه، كل ده مختلف. طيب لو احنا بنتكلم عايزين نوسع القاعده بتاعه الابطال فيها او المشاركين فيها، وبعد ما احنا كمان عملنا الاتحاد في 2020، فطبيعي ان يبقى في دعم كمان بيحصل من قبل الاتحاد وغيره، كلمنا ازاي برضو كابتن محمد هتحقق ده على الارض؟ والله احنا على قد ما بنقدر بنسعى ان احنا نتجه ناحيه المحافظات كويس، وان احنا نقدر نوصل للمحافظات واللاعبين المحافظات. السنه دي ان شاء الله عندنا خطه النشاط بتاعتنا ان احنا نقدر ننظم اكتر من بطوله في محافظات مختلفه بحيث ان احنا ننتشر. حلو حلو. طب اكرام بقى، يعني عايزين نسمع منك اكتر يا اكرام. سمعينا كده يعني تجربتك مع الماي تاي واصعب او البدايه. ده انا حسدتك ولا ايه يا استاذ محمد؟ ده شكلي حسدتك. ده مفعولي سريع. والله انا مش كده على فكره، والله انا كده. فكلمينا انت، كان كابتن محمد بيحكي لنا ان انت كنت وش السعد اصلا عليهم، كمان حصدتي او جبتي بطوله وجبتي ميداليه، ومن ساعتها والميداليات زي ما بتقال بتيجي. فخلينا اسمع منك اصلا التحدي برضو كان ازاي، فكره انك تاهلي نفسك لده يعني.
هو التأهيل كان بالنسبة لي صعب، إن أنا لعبت في ميزان ما لعبتش فيه قبل كده. أنا كنت 73. لا كملي. ونزلت للستين، نزلت 60 كيلو، نزلت للستين كيلو، فنزلت 10 كيلو في شهر. فكان بالنسبة لي 10 كيلو في شهر. فكان بالنسبة لي دي أصلا تخسيس بطولة لوحديها غير البطولة أصلا. ده برافو عليكي يعني. بس نزلتي بشكل صحي طبعا. جري بقى كل يوم، كنت بجري ساعة. اوكي. وغير التمرين بالليل. فكان بهدله بالنسبه لي يعني. فالحمد لله لما سافرت 63، فكنت كل يوم كان في لعبه وميزان، فكان كل يوم اخسس 3 كيلو. الله، لا بس ده غريب قوي. فكان بالنسبه انا طولي 175، فانا اجيب ال 60 ده كان بالنسبه لي معجزه. كان وزنك كام وقتها اصلا؟ ثلاثة. لا انا كان قبل ما اخسس، قبل خالص. 63 كنت. 73. 73 ده الطبيعي يعني. وطولك 175. اوكي. فلما خسست ال 60 كنت كل يوم، كنت كل يوم ابقى 63. وكل يوم اخسس ال 3 كيلو. فان انت تخسسي الساعه 7 الصبح وتلعبي 4 اخر النهار، ده كان بالنسبه لي كل يوم اخس 3 كيلو. ده حلم عند ناس كتير على فكره. يعني اللي انت بتتكلمي فيه ببساطه ده حاجه الناس بتتمناها. ازاي استاذ محمد عندها كاريزما وحماس؟ قلت لحضرتك حماس ايه ده كده؟ ده لو ما اكلتش خالص مش هتخس 3 كيلو. اللي حصل كانت المسابقه دي كان اعلى وزن موجود للفتيات فيه كان 60. انا معلش انا اسف، يؤسفني ان انا اقطع حضرتك، بس لو تسمح لنا نطلع فاصل سريع، لازم نطلعه حالا ونرجع انطلاقا من النقطه دي هنكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة صبح في الاهلي عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع استاذ محمد ومع اكرام اللي منورنا النهارده. وبرضو عايزين يعني ايه، لان يمكن ما جاتلناش فرصه لغايه دلوقتي ان احنا نتعرف قوي على تفاصيل بالزبط. الرياضه دي برضو عشان نعرف الناس. هي تاني هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، الفرق اللي بينها وبين غيرها من الرياضات الفنون القتاليه. هنقول ان رياضه الماي تاي هي ترجمه كلمه ماي تاي، هي ترجمتها عباره عنها ملاكمه، الملاكمه التايلانديه. اللي هي بتمارس ازاي؟ بتمارس بالايد وبالكوع وبالرجل وبالركبه. وبتمارس على حلبه ملاكمه. اوكي. مساحتها 7 في 7، عبارة عن 3 جولات، بيرتدي فيها اللاعب كامل أدوات السلامة اللي هي واقي رأس، واقي الأسنان، حامي كوع، قفاز ملاكمة، الشنكار، وبيأدي خلال الجولة 3 جولات في 3 دقايق، بيتخللهم دقيقة راحة، بيأدي تقنيات الماي تاي اللي هي عباره عن لكم باليد ولكم بالكوع وركل بالساق وركل بالركبه. وبيكون في هيئه تحكيم بيتحكم اللاعب اللي ضرباته اقوى ومؤثره اكتر بيقدر يحصل على عدد نقاط اكتر، وفي نهايه الجوله بيحصل على 10 نقاط، والخسران بيحصل على 9 نقاط لمده 3 جولات. خلال الثلاث جولات بيحصل على جولتين من الثلاثه بيقدر يربح نتيجة المباراة، أو حصل على 3 جولات بتكون كسب بإجماع القضاء. وحضرتك بتتكلم، إحنا كمان شايفين في صور ناس على صور يعني ممكن تبقى معبرة شوية. دول لاعبين، دول لاعبين المصريين أثناء اللكم والركل في بطولة العالم. دي إكرام وهي بتثبت لاعبة إيران. دي زميلتها أعتقد دي نبيلة. كل دول لاعبين المصريين البنات اللي قدروا يكسبوا الميداليات المتنوعه في بطوله العالم. وعددهم قد ايه يا فندم؟ يعني عندي 4 بنات، 2 ذهب و2 فضه، وولدين 2 برونز. حلو قوي، حلو قوي. اولادي وبناتي. ايوه طبعا. هو يعني برضو حضرتك اكيد كنت ليك باك جراوند في الرياضه، الرياضات القتاليه المختلفه برضو. خلينا نعرف منك كابتن محمد. والله انا الحمد لله يعني الوالدة كانت حريصة ان احنا نلعب العاب دفاع عن النفس، فانا ابتديت رياضة وانا عندي 3 سنين في الكاراتيه. انا مش سامعة والله. 3 سنين ايه؟ وانا عندي 3 سنين والدتي ودتني العب كاراتيه. اوكي. واتنقلت ما بين العاب الدفاع عن النفس من رياضة لرياضة، حتى ان انا كنت لاعب محترف، بلعب محترفين في هولندا، والحمد لله لعبت احتراف باسم مصر موي تاي، وكسبت اكتر من ماتش احتراف، والحمد لله رفعت علم بلدي برضو
الحمد لله. كان 2000 وكام كابتن محمد؟ انا اخر مباراه لعبتها كانت 2007. 2007 كانت في يعني بعد 3 سنين من دخولها مصر اللعبه دي في مصر. اوكي حلو جدا. اخر مباراه لعبتها كانت 2007 الحمد لله رب العالمين. طيب احنا قدامنا دقيقتين يا اكرام هنختم معاكي عشان انت ما اتكلمتيش خالص النهارده مش عارفه في ايه. تعالي اقعدي جنبنا بقى. لا خلينا نعرف يعني انت وصلتي لحاجه كويسه جدا بس اكيد لسه عندك طموح اكبر انك تحققيه، فخلينا نسمع منك انت عايزه تعملي ايه عشان برضو الواحد يطمن على مستقبل هذه الرياضه بالاطفال بالابطال الموجودين حاليا. نفسي اشارك تاني في بطوله عالم بس المره الجايه تبقى ان شاء الله اول. كنت عرفت يعني كده دلوقتي في اول مره اشارك في البطوله دي كنت راح اعرف يعني عرفت الاجواء ولعبت فيها وعرفت دول كتير وعرفت بيلعبوا ازاي، فالمره الجايه تبقى هبقى مستعده لطريقه اللعب واكيد طبعا الخطا اللي خلاني اجيب تاني اكيد طبعا مش هكرره تاني. برافو عليك. بنفسي قوي يبقى فيها ليها اولمبيات ولو ليها لسه كنت عايزه اسال والله هل ممكن يبقى فيها اصلا في يوم من الايام؟ لو فيها اولمبيات كان نفسي احقق فيها يعني نفسي اطلع احقق باذن الله. ان شاء الله يا اكرام. في مستقبل لباريس 2022 ولا 2024 28 ان شاء الله على 28. طيب نتمنى ذلك. نتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا وشرفتونا وان شاء الله نلتقي على خير بقى وعندنا كمان فرصه نتكلم عن المزيد من النجاحات والبطولات ان شاء الله الفتره الجايه. بنشكركم. شكرا ليك يا اكرام. شكرا ليك كابتن محمد. سعيد جدا بوجودنا معاكم وسعداء جدا. مشاعر حضرتك الفياضه اللي باينه في عينيك والله حاجه جميله جدا، متشكر جدا وسعيد جدا بتواجدنا معاكم والف الف شكر وتحيا مصر. تحيا مصر. خير الختام للجزء الاول. هنروح فاصل هنرجع عشان الفقره الطبيه الاخيره هتكون منوره دكتور دينا ابو السعود. فاصل ونرجع نكمل.